عرفت دائرة قرية ولاد موسى بسلام منتصف الشهر الجاري جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب في ربيعه 28 من طرف متهمين شقيقين تم القبض عليهما يوم الأربعاء الماضي بالدار البيضاء حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني لمناقشة الأبعاد المختلفة لهذه الجريمة وتداعياتها على الأمن. يبقى معنا الدكتور إدريس قصوري المحلل السياسي لكي نتوسع أكثر في هذا الموضوع. دكتور مرحبا بك معنا من جديد. مرحبا شكرا. ماذا يمكن أن نقول بخصوص هذه الجريمة في صلة بتحقيق النجاعة الأمنية وطمأنينة المواطن وكذلك بما رفع من مطالب للمواطنين بخصوص مؤسسات المحلية؟ يمكن أن نقول بأن هذا كله يحيلنا يخرجنا من الدائرة الضيقة للأمن ومفهوم الأمن إلى مفهوم الأمن الجماعي المجتمعي الشمولي والذي يشتغل بشكل نسقي فيما يتعلق بالأمن مفهومه الضيق والمرتبط بدور ووظيفة أجهزة الأمن. يمكن القول من خلال متابعة تطورات مسار القضية والجريمة منذ وقعت إلى اليوم بأن هناك نجاعة أمنية متحققة بامتياز، ذلك أن تم اعتقال المشتبه فيهم في ظرف قياسي حوالي 4 أيام من الجريمة في مكان بعيد عن الجريمة والتأكد من أنهم شقيقين وفي مسافات مختلفة ومتباعدة ما بين الشقيقين. تم تنسيق ما بين دوائر أمنية من سلا الدار البيضاء، تم تمثيل الجريمة وتم تقديم المتهمين للعدالة وكذلك تم إخبار الرأي بحيثية وتطورات هاته القضية. إذن النجاعة الأمنية هنا مفهومة وظيفة الأمن متحققة 100%، ولكن يبقى كذلك بالنسبة لعدم تكرار المسألة هناك رهانات أخرى للتغلب على مصادر وأبعاد مختلفة لمثل هذه الجرائم. طيب، وحسب المهتمين بالقضايا الأمنية دكتور قصوري فإن تحقيق هذه النجاعة الأمنية يرتبط باستحضار مصادرها أبعادها، ماذا يمكن أن نقول حول هاتين النقطتين؟ هذا هو المطلوب، لأن الطموح والاستراتيجية لتحقيق الأمن في حياة الناس هو النظر لمسألة الأمن مفهومها المجتمعي الجماعي الشامل النسقي المتكامل، بحيث هناك مجموعة من المؤسسات والفاعلين الذين يتدخلون من أجل تحقيق هذه الغاية، سواء تعلق الأمر بالأسرة أو تعلق الأمر بالجماعات المحلية بمختلف مستوياتها أو تعلق الأمر بالمجتمع المدني، إذن في الأبعاد الاجتماعية أو المدرسة أو دور الشباب وحتى وكذلك الجانب الاقتصادي، إذن الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، وتلعب الجماعات المحلية دور كبير في هذا الاتجاه، إذن بدون أن يكون هناك تناسق وتكامل بين جميع المتدخلين، لأن الأسباب لا يمكن الفصل بينها بأي طريقة، هناك أسباب متداخلة معقدة ومركبة. طيب، أشرت إلى جهة أساسية في حياة المواطن ألا وهي الجماعات المحلية، ماذا يمكن أن نقول كتفصيل أكثر دكتور قصوري حول دور الجماعات المحلية المختلفة في هذا الصدد، خصوصا أن سكان قرية ولاد موسى كما تابعنا خلال نشرة الأخبار طالبوا المنتخبين بالاجتهاد في سبيل تحسين ظروف حياتهم بصفة عامة. هذا إذا ما نظرنا إلى هذا المطلب وقرأناه ووضعناه في سياقه الحالي هو مطلب مشروع ويتلائم مع حتى التطور الذي ذهبنا إليه وحققه المغرب فيما يتعلق بالجهوية وباللامركزية واللاتمركز والصلاحيات التي أصبحت للجهات وللجماعات المحلية وللأقاليم وللجماعات المحلية بشكل ضيق. أصبحت لها صلاحيات وتلعب أدوار وتقوم بدور تخطيط برامج ومشاريع للتنمية، إذا توفير الأرضية والمظلة الصلبة لحماية المواطن وتوفير الحياة الكريمة على جميع المستويات من بنية تحتية من لوجيستيك من أندية من ورشات من أنشطة من إمكانات من أدوار تحسيسية للتصدي لكل الانزلاقات وكل كي لا يحترف المواطن يجد فضاءات تحتضنه تسقي مواهبه. إذا الجماعات المحلية تتحمل المسؤولية في توفير البنية التحتية الضرورية الصلبة المناسبة عند تكرار الأمور، ولكن هناك أطراف أخرى الأسرة كذلك. هل هناك فاعلون آخرون مؤسسات أخرى في المجتمع؟ بكل تأكيد، أنه ذكرنا بأن المسألة شاملة ومتكاملة والأسئلة
أسباب متداخلة ومعقدة. هناك الأسرة اليوم لا بد للأسرة أن تعود لدورها التقليدي الحضاري في التربية. الآباء كانوا يربون الأبناء على عزة النفس، على قيم، على حسن الجوار، على صورة الأسرة لدى في الخارج ولدى الآخر، ولا يرضون بقيم سلبية. الآباء اليوم لا يعرفون أبناءهم أين يقضون أوقاتهم وما عمل وكيف من. كذلك المدرسة كانت تتحمل مسؤولية أكبر في التربية والحرص على تمكين التلاميذ من القيم واختبارها حتى داخل المؤسسة وترصيد النتائج بناء عليها. دور الشباب كانت تلعب دورا كبيرا في هذا الاتجاه، في صقل المهارات والمواهب والتفريج عن الذات وتحفيز التلاميذ وأبناء الساكنة وأبناء الحي في هذا الاتجاه. المجتمع المدني دوره كذلك في تجسير وتشبيك ليس فقط الجمعيات، وإنما اتجاهات السلوك الفردي تتحول إلى ما هو جماعي، وصلة الجوار داخل الساكنة وداخل الحي وداخل المنظومة السكانية للمدينة والقرية والضحية بشكل عام. السياسيين كذلك من خلال الأنشطة التي كانت مفتوحة على مدار السنة والسنوات وليس مناسباتية، كانوا يلعبون أدوار سواء من خلال التخييم، من خلال الأنشطة، من خلال المحاضرات، من خلال الندوات، كانوا يقدمون القدوة والنماذج. عندما تقول كانوا دكتور، معنى أن هذا الموضوع تقلص في الفترة؟ نعم بكل تأكيد، نقول غاب، ضمحل وغاب اليوم وأصبح مناسباتيا، وليست هناك مسؤولية لجميع الأطراف في تحمل هذه المسؤولية لأنها مسؤولية مجتمعية. نريد الأمن المستدام وليس فعالية الأمن في لحظة معينة، والأمن المستدام يأتي من خلال هذه تدخل هذه المكونات وكل يتحمل مسؤوليته، ولكن ليس هذا له رؤية والآخر رؤية. كي نحقق هذا الأمن المستدام لابد أن تكون رؤية مشتركة وشراكة موحدة من أجل وضع خطة استراتيجية لجميع هؤلاء المتدخلين على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، على مستوى الجامعات المحلية، على مستوى دور الشباب، على مستوى المجتمع المدني، على مستوى التعليم، وحتى الإعلام كي يلعب الأدوار إذا متكاملة ومتداخلة في هذا الاتجاه. بدون هذه المسألة ستكون تدخلات أمنية معينة حتى وإن تحقق نجاعة، ولكن الجريمة ستظل، لأن الدور هو ليس دور الجهاز الأمني، هو دور الوقائي. هذه المكونات التي تحدث عنها هي التي تلعب الدور الوقائي الاستراتيجي العميق، وهي التي تحفز المعنويات وتثقل المواهب. أما دور الأجهزة الأمنية فهو دور ردعي من أجل تحقيق وتطبيق واحترام القانون في لحظات معينة كما تم الآن. هنا يطرح السؤال على ضوء كل ما سبق دكتور، كيف نميز بين دور هذه المؤسسات التي ذكرتها من قبل ودور أجهزة الأمن؟ دور أجهزة الأمن كما قلت هو دور مساعد، لا نقول أن ليس لها دور، هي تقوم بدور فاعل، وينبغي أن يكون دورها فاعل وموجودة في الميدان وموجودة للتدخل ومتابعة الجريمة والجنات والحد من أنشطتهم، ولكن هذا كله يبقى دور مساعد ليس دور وقائي. نحن في حاجة إلى دور مجتمعي جماعي شامل نسقي متكامل في كل التدخلات برؤى بخطة استراتيجية في الميدان في كل الأنشطة من أجل لعب الدور الوقائي. ما بغيناش حتى تطيح الفاس في الراس عاد نجيبوا أنه الأمن يتدخل ويأخذ منا الجنات، حنا ما بغيناش الجنات، ما بغيناش الناس تمشي للسجون، ولكن بغينا نمنعوا الناس. كيف نمنع الناس باش ما تطيحش في هذا الاتجاه وتمشي للسلوك المدني والمواطنه والمسؤوليه وعزه النفس وكذلك الوسطيه والاعتدال وعدم التطرف وعدم العنف وكل انحرافات وانزلاقات والموبقات تتخلى عنها. اذا من سيقوم بهذا؟ تلك المؤسسات والفاعلين التي ذكرنا في البدايه. طيب مع اخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات دكتور حول الوضع الحالي، كيف يمكن في رأيك أن تكون هناك وصفة، لن أقول سحرية ولكن وصفة على الأقل ناجعة لكي لا نقع في مثل هذه الأحداث مستقبلا؟ الوصفة هو أن نفتح حوار، أولا نجلس ماذا نريد، نفتح حوار كيف نشتغل. أمور أمس سنقطع معها من أجل مرحلة جديدة. نوحد الرؤية أولا وتكون رؤية مشتركة، ليس كل طرف يشتغل بمعزل عن الآخر أو يشتغل ضد الآخر. الأطراف ينبغي أن تتحاور، أن تتوافق وترسم وتتفق على رؤية مشتركة، لأن رؤية هذا الفاعل ليس هي رؤية هذا الفاعل، ورؤية هذه المؤسسة ليست هي رؤية الأخرى. أن نوحد الرؤية وأن نضع خطة، ونضع خطة ليس لأننا نواجه الجريمة، لا، نضع خطة لأننا نبني مجتمع ونبني قيم ونحرص ونصر على هذه القيم كي نقي نفسنا من مثل هذه الجرائم. نحن لسنا في حرب مع الجريمة، ينبغي أن نأخذ المسألة بهذه الطريقة. نحن في مسألة لبناء مجتمع مصان من الجريمة قبل، وبالفعل تظل الجريمة هنا استثناء وحالة نادرة مثل جميع الدول.
وهل من رسالة إلى الشباب دكتور إدريس قصوري في خضم المأساة التي حدثت والحزن الذي خلفته لدى الأسر؟ هل من رسالة محددة إلى الشباب لكي يعني نتجنب في المستقبل الوقوع في مثل هذه التوترات التي تؤدي في النهاية إلى مثل ما حدث؟ أولا الشباب هو رهان المستقبل، هم رجال ونساء المستقبل، هم الضامن للمستقبل وللهوية المغربية وللحضارة المغربية والحياة الكريمة للمغاربة، وحياتنا نعيشها كاملين ومجتمعين متأثرين ومتفاعلين في بيننا في الزمان وفي المكان وفي الظروف وفي البيئة. ينبغي أن نحرص على أن نصون أنفسنا قبل أن نؤذي الآخرين وإذا ما تمثلنا هذه المسألة. غير بالنسبة للأسر مثلا ودور الأسر، أين نحن من وكان أبوه صالحا؟ ليس غير موجودة، وبالتالي إذا كانت التربية وكان التفاعل وكان الحوار وكان التوافق سنعيش في بيئة آمنة من أنفسنا. أما أن نرى أن حياتي من أجل تخريب حياة الآخر، أنا أو أكون أو لا أكون، هذه المسألة غير موجودة. نعيش في فضاء إما أن نبنيه مستقبلا ونصونه بشكل جماعي، وإما أننا نعود إلى الوراء ونكون دائما في حاجة إلى من يتدخل يحمي الطرف الآخر. نحن لسنا في حاجة 90% لمن يتدخل في وقائع معينة. نشكرك جزيل الشكر الدكتور إدريس قصوري الأستاذ الجامعي على مساهمتك القيمة معنا، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا لكم أنتم كذلك على هذا الموضوع.